أولم يكن أبو سفيان بن حرب مغرورا حينما قال للرسول فتح مكة: كنت امرأ في الجاهلية لي شأن، فماذا يصنع الإسلام لي؟ فقال: الإسلام لي من دخل دار أبي سفيان. الرجل ألا يعتد هذا نوع لا من لا الرجل لم يخالط الإسلام بشاشة قلبه بعد، كان لسه على الزيرو، لسه قلبه قاسي ما لانش عن زمان، فلسه الحكام يعني سبحان الله. الغفلة التي ذكرها أستاذنا هي نسيان عن عمد، لم يقل رب العباد ولا تكن من الناسين، لا ولا تكن من الغافلين، انت ناسي عن انت تتناسى. نعم. والحراس اذا غفلوا عن ابواب الحصون دخلها العدو، والقلب قصر للانسان منيف عليه ابواب، وضع الانسان ذكر الله حراسا على تلك الابواب، اذا غفل واحد منها دخل الشيطان فيها. نعم. ولا تكن لا يكن باب من هذه الابواب سبحان الله ثغرة للشيطان أن يدخل فيه. نعم. ولذلك يعني عندما يعني يريد الإنسان أن تحدثه نفسه سبحان الله، يقول عمر رضي الله عنه: كنت أسير في هذا الوادي، كنت أرعى إبلا للخطاب، وكان رجلا فظا غليظ القلب، وصرت اليوم وليس فوقي أحد. ثم سكت، قال: إلا الله رب العالمين. قال ابن عمر: ماذا تقول يا أبتي؟ قال: أرادت نفس أبيك أن تستشرف، فأردت أن أضع من قدرها. تمام. جميل. ده لم يكن من الغافلين، لم يترك لنفسه قضية كبح جماح نفسه وسيطر. ولذلك استوقف رجل عبد الملك بن مروان في 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 موكبه وصاح، فمنعته الحاشية، فلما وصل صوته إلى عبد الملك قال: قربوه. قال: يا أمير المؤمنين، إن نملة كلمت سليمان فاستمع إليها وكلمها، وما أنا عند الله بأحقر من النملة، وما أنت عند الله بأعظم من سليمان. فقفز سليمان من فوق الفرس وجلس يمسك يد الرجل ويسمع شكواه. عبد الملك بن مروان، لأنه لا يريد أن يكون من هؤلاء المغرورين الذين يعني يتصورون أنهم فوق البشر وأنهم صناعة خاصة. ما فيش حد صناعة خاصة، كله أنت تعالى أنت صناعة. ولما خاصة. ألم يجعل الله سبحانه وتعالى الناس درجات بعض فوق بعض؟ ولم يجعلهم طبقات، جعلهم درجات. نعم. درجات بايه؟ بما اتاهم. ما الفرق بين الدرجات والطبقات؟ لا لا لا، الطبقية احنا من طبقة هم من طبقة تانية. لا لا لا. الطبقية عنصرية. الطبقية عنصرية. لا. دكتور رادب عزيز. الطبقية عنصرية بغيضة. والدرجة. الدرجة اولاها رب العباد للعباد، هذا درجة عالم، وهذا رجل ذو مال، وهذا ذو خلق، وهذا ذو علم. هذه درجات عطية الهية. اما الطبقية صناعة بشرية. نعم. ولكل درجات مما عملوا، مما عملوا. الله يرضى عليك بعملك الصالح تصل إلى مكان معين.